كل شيء ممنوع البنت تعمله انا بحب اعمله. الوقفه تحت الشمس والشوب وريحه البنزين اللي بتعمل وجع راس، ستريس الزباين بسبب ازمه البنزين، كل هولي اماني اختارت تعملهم لحتى تامن مصروفها وتوقف حد اهلها وتساعدهم بظل الازمه الاقتصاديه الصعبه بلبنان. مرحبا واضح، انا اماني منيمنه، عمري 22 سنه، بشتغل محطه بنزين كمين، واصله المهنيه سنه هندسه ديكور، وصار لي بشتغل هون تقريبا شي 20 يوم. المحطة صار لها شي 15 سنة فاتحة وفيها بس بنات بيشتغلوا، أنا مش أول بنت، يعني الزباين هون معودين إنه بنات. شي عادي. إيه، شي يعني هيدا شي طبيعي عندنا هون. بنشجع كل بنات يشتغلوا، يكون عندهم ثقة بنفسهم كبيرة. وللأهل شو بتقول؟ فالاهل عاد لازم يتقبلوا هالشيء، بالعكس يعني بيعطوا ثقه لبنتهم وصارت تتكل على نفسها وتعتمد على الحياه اكثر. برافو عليها لانه منه عيب، لازم تفتخر بحالها انه عم تشتغل عادي. لا شو فيها عيب؟ منه عيب. قدرت اشتغل هي الشغله لانه شغله صعبه بتعطيني قوه وبحبها، وغير هيك انه هي بمجتمعنا بسموها هي شغل للذكر. كنت اشتغل بصالون انا بشعب الشعر، تزيين الشعر، وعندي خبره فيها، يعني بشتغل شيء سنه وشوي بس ما بحبها. بشتغل شيء فيه انوثه بس ما بحبها، مش لانه انا ما بدي اكون انثى، بالعكس انا انثى بس بمكان بدي افرض حالي، بدي افرض انوثتي فيه. يعني عم بشتغل شي 12 ساعة تقريبا واقفة على اجري، هلا ما بدي قوة جسدية، ما بحس في عنا شاب لبناني بيقدر يتحمل هيدا الشيء. نحن بمجتمع بيقولوا لك أي شيء ما الحق على البنت، البنت بيعملوها عيب من كل النواحي، شو ما عملت، شو ما سابت عيب، كل شيء ممنوع البنت تعمله أنا بحب أعمله. شوف حالي كثير قوية. مين بتشجع هيدي الأمور؟ مين بيدعمك؟ أنا بدعم حالي.